النهاردة هنتكلم شوية ونشرح باختصار يعني ايه مضارع بسيط. تمام، زي ما انت شايف كده بيقول لك ان اليكس ده سواق، تمام، وهو نايم. تمام، بيقول لك he drives a bus. he drives a bus يعني دي جملة في زمن المضارع البسيط. المضارع البسيط بيتكون من ايه؟ من I, we, you, they. الفيرب ما يلوش اي اضافات، يعني الفيرب drive, work, do ما فيش اي اضافات، لا في s ولا es ولا es. اما ما يكون الفاعل he, she, it، الفاعل بيضاف له اضافات زي s و es. تمام، طيب بيقول لك انا بنستخدم المضارع البسيط ده عشان نتكلم عن حاجات in general، يعني حاجات عموما عامية. يعني بنتكلم عشان نقول ان حاجة دي بتحصل طول الوقت او بتحدث طول الوقت او شيء مكرر، يعني بيتكرر باستمرار. تمام، او حاجة حقيقية في عامة. لما يقول لك مثلا ان nurses look after patients in hospitals، بيقول لك ان الممرضين، تمام، بيعتنوا بالمرضى في المستشفيات. ده حاجة طبعا واضحة ومعروفة ان الممرضين بيعتنوا بالمرضى، ان الدكاتره بتكشف على العيانين، ان العيان بيروح للدكتور، ان مثلا الارض بتدور حول الشمس، the earth goes around the sun. تمام، فدي كل دي حقائق ثابته. انت فهمت النقطه دي؟ اتكلم عربي، اتكلم عربي عادي، انا بفهم عربي برضو. بنتكلم عن المضارع البسيط ان هو بيدور حوالين حقائق معروفة او حقائق طبيعية، بالاضافة ان احنا لما بنتكلم عن المضارع البسيط بنلاقي ان احنا بناخد في ضمائر بتاخد الفيرب اس، وضمائر بتاخد في البداية قلنا I, we, you, they، قلنا دي ضمائر بتاخد ما بتاخدش أي مثال في إضافات. بالإضافة عندنا هي و she و it، بناخد الفيرب بإضافته و it بإضافة ال it في البداية. تمام، ده كده المضارع البسيط. طيب لو انت عايز تسأل سؤال مثلا، تسأل ازاي في المضارع؟ المضارع طبعا في الأسئلة ما عندناش إلا حاجتين. تمام، بنستخدم do و does to make questions and negative sentences. يعني ممكن نسأل أسئلة بdo و does والضمائر زي ما هي. do بتمشي مع الضمائر اللي I, we, you, they، وأي طبعا بما إن احنا سألنا بأي helping verbs زي do و does أو كمان did. المهم do و does في المضارع و did في الماضي. طالما سألنا بدو دوس في المضارع يبقى إذن الفعل مش هتضاف له أي إضافات. طالما هو سؤال مش الفعل مش هتضاف له أي إضافات، سواء استخدمت دو أو استخدمت دوس، فالفعل مش هتضاف له أي إضافات، فيبقى في حالة المصدر بتاعته infinitive. فإحنا بنقول do I work أو do they work أو do we work. تمام، ده كده في حالة السؤال. في الإجابة لما بتقول I don't أو he doesn't work، I don't work أو she doesn't work أو it doesn't work. تمام، في سؤال مشهور بيقول لك مثلا أنت، أنا جاي من كندا أو أنا ساكن في كندا أو أنا من كندا I come from Canada. فالسؤال طبعا بما أن الإجابة لا تحتوي على فعل الـ verb to be اللي هو am with were، يبقى إذن السؤال يحتوي على do does. تمام، تمام. فالسؤال هنا لما يقول لك I come from Canada، فانت تقول له where do you come from. اوكي، لكن لما يقول I am from Canada تقول له where are you from. تمام، فصيغة السؤال بتختلف. ده كده هو present simple بكل بساطة. احب في حاجة مهمة جدا احب اقولها، طبعا من الكلمات الدالة على present simple often always، اي حاجة بتدل على التكرار او الاستمرار او الاستمرارية
ككي وورد يعني، فده بتدل على ان ده زمن مضارع بسيط او present simple، زي always often or all the time every day. تمام، دي كلها حاجات بتدل ان دي حاجة بتحدث باستمرار او حقائق ثابتة. اخر حاجة احب اقولها I promise and I apologize. I promise يعني انا اوعدك، I apologize يعني انا اعتذر لك. تمام، فبيقول لك انك بتستخدم لما بتيجي تستخدم الافعال دي، تمام، ما بتستخدمهاش في ال continuous form، يعني ما تضيفلهاش ing، هي بتستخدم لوحدها من غير ما تضيف ing. تمام، فحتى لو انت كنت بتقولها دلوقتي في هذه اللحظة لواحد، تمام، يعني انت انا بكلمك دلوقتي وتقول لي انت I promise I will not be late، تمام، فلا تعتقد انك بتقول لي حاجة دلوقتي بدل ما مضارع مستمر. لا، انا بقولك ان promise و suggest و advise و insist و agree و refuse ما بياخدوش حالة انك تضيف لهم ing، بس هو المعنى بتاعهم انه حاجة ممكن تقولها دلوقتي. تمام، اوكي، فده بكل بساطة زمن المضارع البسيط، وشكرا.